السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بأحبتي في الله ومتابعي قناة إلكترو المصطفى. موضوعنا اليوم على هذا التلفاز نوع فيليبس، يوجد فيها مشكلة فيرتيكال. سوف أقوم بتوصيلها بالكهرباء. هو خط فيرتيكال، سوف نقوم إن شاء الله بإصلاح هذا المشكل. اول حاجه نقوم بها هو تفقد اي سلو فيرتيكال، هل هو محروق او يوجد فيه اي مشكل. سوف اقوم بفحصه. ها هو ايس الفيرتيكال، ليس محروقا. سوف اقوم بقياسه. سوف اضع متريكس على الجرس وأقوم بتفقد رجل الفيرتيكال. وضع هذا على أرضي، هذا أرضي. يظهر لي أن الفيرتيكال سالم، لا يوجد فيه أي مشكل. وأقوم بقياس الكهرباء عليه، وأقوم بتوصيل التلف. الفيرتيكال لا تصله الكهرباء. الفيرتيكال لا توجد فيه الكهرباء. توجد جوج ريزيستونسات، يعني جوج مقاومات تكون خاص بالفيرتيكال، هي عبارة عن فيوز. سوف أقوم بقياسها. ها هي واحدة، هذه المقاومة سليمة. توجد مقاومة أخرى قربها، ها هي هذه المقاومة فيها مشكل، لا يوجد فيها الجرس. سوف أقوم بتغييرها. سوف أقوم بتغيير المقاومة، هي هذه. هي المقاومة. لا توجد فيها أي قراءة، يعني يجب أن تقوم بالصوت على الجرس. سوف أقوم بتغييرها بهذه المقاومة مثلها تماما. هذه المقاومة سليمة. سوف أضعها مكان المقاومة الأولى على هذا الشكل، هكذا. فأقوم بتجربة سأقوم بتجربة التلفاز، هل سوف تشتغل أم لا؟ إذا لم تشتغل يعني يجب علي أن أغير أيس الفيرتيكال، يعني يوجد فيه المشكل. إذا اشتغلت يعني تم حل المشكل.
أتمنى أن تشتغل. أقوم بسم الله، أقوم بتشغيلها. هاي التلفاز الآن اشتغلت، يعني تم حل المشكل الحمد لله. المشكل هو المقاومة، الآن تم حل المشكل. هذا كل شيء في هذا الموضوع. أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.